الله 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 سبحان الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزيَن الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون". صدق الله العلي العظيم، استمرارا للايات السابقه حيث ان الله في هذه السوره سوره النحل كان يشير الى موضوع العهد واليمين. موضوع العهد كما قلنا اهم موضوع في المجتمع لتماسك المجتمع حتى يسير المجتمع على اسس متينه رصينه من دون خلل يلزم على افراد ذلك المجتمع ان يفوا بعهودهم وقلنا ان العهود تبدا من العهود الصغيره كما هو بين الزوج والزوجه مثلا الى المعاهدات الكبرى بين الدول الى المعاهدات التجاريه الى المعاهدات الاقتصاديه وما اشبه ولولا الوفاء بالعهود والعقود والمعاهدات لا يبقى حجر على حجر السوق يتلاشى الثقافه تنهار الدين يذهب اصلا لأن المجتمع باني مبني على هذه الأمور. طيب. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. بعض الناس يتعاهدون مع الله. طيب العهد بيني وبينك أيضا عهد مع الله؟ يقول نعم. لأن الله قرره. حتى بين المسلم وغير المسلم، بين المؤمن والكافر، إذا صارت معاهدة كما عاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، بين رسول الله وبين صناديد قريش المشركين، أيضا معاهدة، فكل عهد وإن لم تأت باسم الله فيه يعتبر ملزما لك وله الاثنين لأن الله هو كفيله فإذا أتيت بسم الله يعني تقول عاهدتك والله شاهد على عهدنا كما كان سابقا يكتبون في العقود والله وكيل علينا والله عليم بنا الشكل يكتبون في العقود كانت سابقا فمعناته هذا عهد مع الله طيب شي يصير يقول ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا بس يشوف السوق تغير عند معاهدة مع الشركة لأمور معينة بس يشوف السوق تغير يترك المعاهدة يقلب حسب تعبيرنا وينكث عهده فاشترى بالقليل ثمنا قليلا ليش لأنه فكر بالربح الآني بعد. بعدين يقول: إنما عند الله هو خير لكم. الله يقول: هذا العهد يجب أن تفي به. أنت ذهبت إلى الربح الآني. أما عند الله هو خير. ثواب الله، توفيق الله لك، توفيق الله لك. إن كنتم تعلمون خلاصة الكلام هي شكل يصير ما عندكم ينفد <applause> هذه الآية مرتبطة بكل شيء في الحياة مو فقط في العهود ولكن بالعهود والمعاهدات التجارية والاجتماعية والسياسية تأتي أكثر ولكن في كل شيء هل هناك شيء يبقى؟ أبدا لا يبقى فما عندكم كل شيء عندكم أموال أرصدة سيارات زوجات ما دي شنو الحكومات اللي تفكر أنه كل شيء عندها كلها تنتهي ما عندكم ينفد وما عند الله باق يعني باق باقي لتقرأ باق لأنه إذا سكنته لازم تقول باق وإذا استمريت في القراءة باق ولا نجزي كسرة ياخذ أو تنوين مكسر مكسور. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآن قبل ما أجي شفت حديث من الإمام أمير المؤمنين ونحن في هذه الليالي في عزائي شفت جدا حديث جميل يرتبط بهذه الآية. يقول سلام الله عليه شتان ما بين عملين شتان يعني فرق كبير اذا جبت كلمه شتان يعني فرق كبير وواسع بين عملين شنو العملين؟ عمل تذهب لذته وتبقى تبعته عاده الانسان يريد اللذه الانيه لا سمح الله بالحرام سواء لذة من باب الفساد لا سمح الله أو لذة مالية يشوف أنه الآن يحصل خوش ربح بهذا هاي البضاعة إذا يغش مثلا لا سمح الله فهذه لذة آنية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول هواي فرق أكو بين عمل تذهب لذته ليش لانه ايش يعيش الانسان من عند تنتهي الحياه تنتهي فاللذة شنو صارت انتهت وتبقى تبعته تبعه يعني الجزاء الاشياء المترتبه عليه لان حرام كان هذا فلازم مو بس انه يجزى بعقاب يوم القيامه لازم ايضا يعطي الثمن الذي سرقه بالكذب والخيانة والغش من باب الكلام يجهد الكلام كثير منا علينا تبعات وإحنا ما ندري مثلا ناسين أذكر أحد أساتذتي كان يقول إحنا عندما كنا أطفال نلعب فنجي إلى بقال يبيع رقي بطيخ هو مشغول كم ولد اندحرج البطيخة الشكل واحد ثاني يشيلها فإلى أن كبر الله يرحمه كل فترة كان يدفع رد مظالم أقول له خلاص بعد مرة ما تقول لا أخاف بتشي يصير في, في راحت يعني حتى هذا فيها حساب اتبع هذا معناته العلماء يقولون خوب انت اذا ما تدري ما تقدر تحصل هذا الشخص شو تسوي لازم تدفع رد مظالم اي المظالم التي انت تحملتها تردها شلون اعطي مثلا فلوس للفقير لثواب ذلك الميت او اللي متعرفه مثلا هذا من باب انه الله يريد ينجينا فاكو عملين الامام يقول شتان بين عملين ما بين عمل عمل تذهب لذته وتبقى تبعته تبقى والعمل الثاني شنو؟ هم به صعوبه ولكن وعمل تذهب مؤونته يعني تعبه، المؤونه تستعمل للتعب صيامكم اللي صام وراح يصوم الى اخر الشهر بها مؤونه، المؤونه شنو؟ المأونة انه لا ياكل، لا يشرب، يتحمل العطش، يتحمل الجوع يتحمل عدم الغيبة يتحمل كل هذا أو اللي بالسوق ما يريد يسوي حرام مؤونة بها صعوبة أكو في المثل في بعض البلاد من جيب اسمهم اسم البلاد يقول إذا منكذب من نربح من حقيقة صايرة في الاصطلاح عندهم إن لا نكذب لو لا نكذب ما نقدر نعيش صايرة موضة أصلا شو يسموه يعني تعودوا على هذه المقولة هذا شوي خطره وايه خطره. يعني كانه ثقافه صارت. يقول امير المؤمنين العمل الثاني شنو؟ عمل تذهب مؤونته ويبقى اجره. الاجر يبقى. القران يشير الى هذه المعادله. يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا. يحتاج صبر معلوم. يحتاج صبر حتى تحصل على الاجر. في هذا العصر اخواني والذين يسمعوننا، كان الصبر صار بعد اقسى واصعب. صعوبه صارت. قديما الناس ما كانوا يعيشون هذه الاجواء المنفتحه المهيئه لكل شر مع الاسف، خاصه شبابنا. لازم يلتفتون لهذا المعنى أنه صبرهم عند الله أجر كبير أيامنا إحنا شيبنا مو شكل أيامنا كان الصبر تقريبا ميسور تقريبا كان أيضا صعوبة بس ميسور الآن هواية صعب صاير الله يجزيهم الخير ذول اللي يصبرون على عدم ارتكاب الذنوب يصبرون على الضيم هذا بعدين اكو حديث راح نقرا اخر شيء بالموعظه يرتبط بهذا الموضوع فالصبر في هذا الزمان صار اصعب واجره اعظم لان يعني كل ما العمل يكون احمز احمز يعني اصعب افضل الاعمال احمزها يعني التي تتعبك اكثر الصوم في الصيف احمز الطواف في الصيف عرفات في الصيف الصبر على المعاصي التي تأتي إلينا وجدا سهلة صايرة هذا الصبر عليها أحمز وأصعب وأجره أكثر ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هنا العلماء يقولون ليش بأحسن شوفوا الإنسان عند أعمال حسنة وعد الاعمال احسن كلها ستعتبر احسن مو واضح احسنت الانسان المؤمن عند مثلا يصلي صلاه الليل زين هذا حسن ولكن اكو شيء احسن منه شنو ان يعطي من ماله وينفق هذا صعبه كان عندي صديق كان يقول بالف... بالفارسي يقول نحكي بالفارسي يقول ان نجو ناس كاسن بدها ان بيلاست بيل يقول يعني بول يقول... يعني كانه الروح تعطيه أكأس اسهل من المال وحقيقه الشكل صحيح رايح مشتغل تعبان على نفسه ستعال يطي للفقير صعوبة بها صلاة الليل سهلة يقعد يصلي بعد خمسين ألف ركعة يصلي أخذ السبحة يسبح إعطاء وإنفاق أصعب فهذا يصير شنو أحسن الآية تقول ولنجزين الذين صبروا الصبر جدا مهم بأج بأحسن أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلاة الليل حسن الإنفاق أحسن كلها تعتبر أحسن بعد. شوف الجزاء شلون هذا الذي يصبر سيجزى يوم القيامة كل أعمال الحسنة والأحسن كلها تعتبر أحسن مثلا صلاة الليل كان له جائزة قصر يعطوا مثلا الإنفاق كان عشر قصور الصلاة أيضا يسوى عشر قصور هذا معناته بأحسن ما كانوا يعملون بعدين يشير إلى الحياة الطيبة هذه الآية جدا مهمة من عمل صالحا من ذكر او انثى هذه حتى النسوان لا يقولون ليش اسمنا ما اجى بالقران كما اعترضوا مو اعترضوا يعني سالوا استفهموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله كل تقول امنوا كل الخطاب للرجل حكينا بهذا الموضوع ان الخطاب عاده في اللغه العربيه خطاب ذكوري يعني ليس معناه انه فقط الرجل إذا قال الذين آمنوا يشمل الذكر والأنثى هذه اللغة العربية الشكل إهنا يذكرهم يعني يأتي بالأنثى أيضا يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لأن بالعصر الجاهلية أصلا ما كانوا يعتبر المرأة إنسانة حتى في الأديان السابقة أنا قريت أنه هذول استغفر الله استغفره والعياذ أستغفر بالله مثل الحيوانات النسوان مثل الحيوانات حتى في المعاد ما لهم جزاء اصلا ما يروحون الى الجنه اصلا إيش ناس إيش مثل الجمادات هكذا كانوا يعتبرون المراه في الفهم الجاهلي هنا يؤكد ان الجزاء للذكر والانثى ماكو فرق من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. دائما العمل الصالح مع الإيمان هذا كررناه مرات عديدة بشر هذه وهو جملة حالية يعني في حال كونه مؤمنا من عمل صالحا من ذكر أو, أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أيضا بأحسن أيضا من عندي بأحسن ما كانوا يعملون. طيب حياة طيبة، شلون حياة طيبة؟ هنا العلماء هواية بحثوا حول كلمة الحياة الطيبة، ما هي الحياة الطيبة؟ بعض قالوا الرزق الواسع، بعض قالوا الأمان، بعض قالوا الطمأنينة النفسية، وهكذا. أتصور أنه الحياة الطيبة تشمل كل هذه الأمور. مو فقط شيء واحد، كلمة عامة جدا. شوفوا الإنسان إذا اعتقد بالله التفتوا إلى هذه الإشارة، إشارات فيها. أولاً يعتقد بالله سبحانه وتعالى. يعني شنو يعتقد بالله؟ يعني القدرة المطلقة والمشيئة اللامحدودة بيد الله سبحانه وتعالى، هذا اعتقاد يعطي يعني نفسيه جدا عاليه للانسان المؤمن فنفسه تكون مطمئنه ما عنده مشكله هاي اولى ثانيا يعتقد ان هناك اخره أكمعاد عاد فما يلتفت الى الامور الهينه في الدنيا هاي اثنين فمن الناحيه النفسيه مرتاح ما عنده مشكله ويتوكل على الله في اموره عقائديا ما عنده مشكلة بعد. في المقابل الذي لا يعتقد بالله ولا يعتقد بالاخرة والمعاد والجنة والنار هذا دائما افكاره مضطربة ما عنده اطمئنان الا بذكر الله تطمئن القلوب هذا معناته مو الذكر يعني يا الله لا اله الا الله دائما الانسان يفكر انه تحت عين الله سبحانه وتعالى. وتحت رقابته هذا يطمئن نفسيا بعدين يعتقد بالآخرة فأبدا ما متحير في أموره هذا للإيمان أولا مؤمن بعدين يعمل صالحات يدري أن العمل الصالح يجزى به فعند عند مستقبل زاهر سينتظره ما عنده تشوش في فكرة أنه شيء يصير لا حرام ما يسوي كل الواجبات ياتي بها فهذا بعد ما عنده مشكله من الناحيه العقائديه مطمئن البال من الناحيه العمليه شنو عنده؟ عنده اطمئنان للجزاء الاوفر باحسن ما كانوا يعملون، هذا بعد مرتاح اتصور من مجمل التفاسير التي رايتها اليوم الحياه الطيبه هذه انه يطمئن دائما مرتاح اجى الرزق يشكر ربه خسر في واحد كان بايع بيته ما اجيب اسمه صادق يعرفه كان بايع بيته بعدين مخلي الفلوس بالسياره ناسي فلوس البيع فلوس البيت بعدين واحد من العلماء يقول انا شفته قلت لها سيدنا شنو قال لا اليوم في المشكلة صارت شنو المشكلة قال بعت بيتي بعدين خليت الفلوس بالتاكسي ونسيته يقول انا بها واحدة قلت اخو شنو قال صار بعد شو سوي <applause> شنو قصدي من هذا القصة أنه مو مهم هسة شو راح بعد شو سوي يعني واحد عنده ولد مريض شو سوي؟ يعالج، يروح للمستشفى، يراجع الاطباء، اذا ما صار يصبر. فاطمئنان دائم عند هذا، حياته طيبه، يتوكل على الله. نعم يجب ان يسعى، اما اذا ما صار شو يسوي بعدين؟ هذا الاطمئنان الكامل، الحياه الطيبه هذه. بدليل بدليل هذه الايات التي وجدتها في المعجم في سوره الانعام آية أتصور 122 أو من كان ميتا وفي قراءة ميتا فأحييناه أكو واحد ميت يحيو لا بالإيمان أحييناه يعني أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس المؤمن له نور يمشي فيه هو بين الناس الفساق الفجار بس له نور يمشي به يعني بالنور في الناس، هذه آيه. الآيه الاخرى في سوره المجادله رقم 22: اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. المؤمن يحتاج الى روح تؤيده، الله يقول احنا نخلي روح تؤيد هؤلاء، ففي الصعوبات ما يتزلزل. الايه في سوره الروم وكان حقا علينا نصر المؤمنين في سوره المائده من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا شوفوا ايمان بالله واليوم الاخر والعمل الصالح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مو فقط في الاخره ما خوفوا هنا لما يخاف الناس اللي جدا وصلوا الى مرتبه الكمال ما يخاف من شيء ولا يحزن من شيء هذه الحياه الطيبه، هذا في الدنيا، في الاخره شنو؟ ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، قلنا احسن شنو معناته؟ الاعمال الحسنه والاعمال اللي هي احسن كلها تعتبر احسن. جزاء من الله للذين صبروا. هنا انتهى المقطع هذا حول العهود، حول الصابر، حول المداومه، الاستقامه انتهت. الان الايات التي نقراها الليله حول كيفيه قراءه القران، كل منا يقرا القران خاصه في شهر رمضان المبارك اللي ان شاء الله نتعود بعد شهر رمضان هم كل يوم شويه نقرا. يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان. على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قراءه القران اخواني تلاوه القران الى اداب من اداب تلاوه القران هذه اول أو اول شيء هذا. الائمه عليهم السلام حتى رسول الله في سيرته كلما كان يقرأ آية واحدة من القرآن كان يستعذ بالله الاستعاذة يعني طلب المعاذ باب, الاستع... باب الاستفعال أي فعل تخليه في باب الاستفعال مثلا خروج خرج يعني فلان خرج من هذا الديوانية استخراج يعني شنو يعني تطلب الخروج مثل استخراج البترول من الأرض مثلاً استخراج الذهب من الجبل هذا يسموه طلب الشيء استعاذة يعني طلب العوذ طلب المعاذ انا فقير انا مسكين انا ما عندي قدره اريد معاذ يعني اريد شيئا استند اليه بمن استند بالله سبحانه وتعالى هذا معنى الاستعاذة من الناحية اللغوية شوفوا الكلمه ما يقول قولوا اعوذ بالله. احنا متعودين انه عندما نقرا القران وهذا زين نبدا القران هكذا استعيذ بالله او اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعدين اقرا الايه وهذا لازم ها. يعني لازم مو معناته انه حرام اذا ما قال يعني يعني يصير معصيه ولكن من اداب قراءه القران. العلماء يقولون القرآن يقول استعذ ما قال قل أعوذ صحيح هو معناته أعوذ قل أعوذ الاستعاذة حالة كانها حالة مو فقط لفظ من تلك الحالات هذه هكذا يعددونها واحنا نتعلم من علمائنا بعد يقولون إذا أردت أن تقرأ القرآن حالة أوجدها في نفسك أول شيء هذا أقول للأطفال لمن يريدون يتعلمون الصلاة أقول لهم هذا الله أكبر ليش ترفع اليد إلى الأذنين وتقول تكبيرة الإحرام وقول الله أكبر طبعا يجوزها ولكن مستحب مؤكد أنه ترفع يديك إلى الآذان الله أكبر والمشكلة هذا يجب أن يرفع يديه إلى الأذنين الله أكبر ليش يسوي الشكل في الروايات الشكل أنه أنا خلفت ورائي كل شيء وأقبلت إليك يا الله هذه حالة مو أنه تمثيلية نسوي فيلم يعني حالة يجب أن تكون في الإنسان هاي أول شيء بعدين يقولون العلماء انه التعصبات اتركها الانسان لمن يقرا القران اذا اراد ان نور القران يدخل في قلبه لازم التعصبات يخليها وراء لا تعاند مع الله تشوف الايات تحكي معك كانها تتكلم مع ضميرك اصلا في واحد ايضا السيد ذكره انه في يقول في المره انا وصلت الى حاله من الالحاد والكفر نستجير بالله يصير الشكل من من وساوس الشيطان ذهبت الى زياره الامام الرضا يقول انا من ناحيه ملحد استغفر الله مو ملحد يعني اشكالات كانت في ذهنه من ناحيه اعتقد بالامام الرضا رحت للحرم شفت في السيد قاعد السيده ما عرفه الله يرحمهم كلهم ماتوا يقول شفته قلت خل اسال من هذا شو اسوي؟ رحت, رحت قلت له سيدنا سيد, سيد شايب الله يرحمه قلت له سيدنا انا هاي الحاله صايره فيا شو اسوي؟ يقول قلت ما ادري قال لي ما ادري شنو اقول لك ولكن في شيء اجى بالي الان قلت له شنو؟ قال روح اقرا القران من اوله الى اخره اربع خمس ايام اقعد في حرم الامام رضا اقرا قران فقط اقرا وانسى كل شيء يقول رحت في اليوم الاول الله يرحمه كان يقول ويبكي يقول رحت في اليوم الاول قريت بس مو هالقد الثاني شويه النورانية صارت عندي الثالث الرابع الخامس يوم الخامس شفت ان كل ايه تتكلم معي اصلا دتحل مشاكل الفكرية كلها دتروح، فخرجت من عند الإمام الرضا مؤمنا مقدسا متدينا، هذه طبعا من بركات الإمام الرضا أيضا. صلوا عليه وعلى آله. إن شجعكم حتى تجون مشهد إن شاء الله. وين وصلنا؟ ها فالاستعاذة حاله مو كلام. احنا متعودين ناخذ القران وهذا زين طبعا احنا دائما نقول زين لانه من نقول لتسوي هذا بس نفتح القران اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا زين بس هذه الحاله التعصبات العناد الشيء اللي انا بذهني التراكمات الذهنيه خليها وراء نفسك بعدين تعال الى قراءه القران شوف كانه نور ده يجي عندك حاله من النورانيه تصير هذا معنى الاستعاذه صحيح ابو براك شلون احوالكم؟ صلوا على محمد وال محمد. طبعا انا مقصر لان اللي واحد اللي يحكي انا اتخربط يعني هسه صلوا على محمد وال محمد. من عمل صالحا من ذكر فعفوا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذه من من آداب التلاوة تلاوة القرآن من آداب التلاوة بعد الاستعاذة شنو؟ ورتل القرآن ترتيلا وهي شكل اللي تقرأ في هذه الآية أتصور الإمام زين العابدين أو غيره كلهم نور واحد يقول ورتل القرآن ترتيلا لما وصلت إلى آية بها كلمات العذاب توقف اقراها مره ثانيه اقراها مره ثالثه تذوق القران لا تسرع مو الترتيل يعني هي الشكل هذا اللي يقولون شنو تجويل وترتيل مو هذا قصدهم ورتل القران ترتيلا تفسيره هكذا في الرواية يعني اقرا الايات عندما تصل الى ايه الجنه توقف شويه قول اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا نعيم يعني تتفاعل مع الايه تفاعل مع الايه اذا وصلت الى ايه فيها عذاب استجر بالله من العذاب تشوف انه صارت حاله من نقده تفهم القران هذا معنى الترتيل منها الطهاره من آداب قراءه القران تلاوه القران لانه لا يمسه الا المطهرون على وضوء تكون لان ايدك تصير على الايه فبدون وضوء ما يصير هذه من الآداب المهمة في تلاوة القرآن منها هذه الآية فإذا قرأت القرآن الخطاب لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومنه إلينا أيضا إذا قرأت خطاب إلنا أيضا ولكن في سيرة الرسول لم يقرأ آية إلا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصور شفت في رواية كل آية يقراها يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم يعني المرجوم فعيل بمعنى مفعول قتيل شنو معناته تعرب بعد بمعنى مقتول فبعض ال كلمات في اللغة العربية اذا اجت على وزن فعيل مو كلها ولا كريم مو هالشكل كريم بمعنى مكروم اذا اجت بمعنى بلفظ الفعيل يصير مفعول الرجيم يعني شنو؟ يعني مرجوم مرجوم شنو معناته؟ يعني رجمه الله شلون نروح الى منى ان شاء الله اذا رحت رحنا ما ادري بعد يروح هناك واحد يرجم يرجم يعني ياخذ حصيات رمي الجمار بمعنى الرجم ايضا ياتي يرجم الـ الـ هذا الـ الشيطان طبعا هو هذا نوع من التمثيليه لنا حتى شويه نفهم شنو معناته والا هناك ما قاعد الشيطان هذا التاكيد لما عمله عمله ابراهيم عليه السلام عندما امر بذبحه ابنه إسماعيل ما علينا بالقصة الرجيم يعني المرجوم من قبل الله من قبل الله يرجم يبعد عن رحمة الله ولذلك هذه الكلمة هواية إلى صفات الشيطان في القرآن موجود في قراءة القرآن تأكيد صاير على هذه الصفة دائما نقول أعوذ بالله بعض الروايات تقول أعوذ بالله السميع العليم أم أكو أعوذ بالله من الشيطان الملعون لتقول المدري المطرود لتقول الرجيم لأنه رجمه الله من رحمته أبعده من رحمته ونحن يجب أن نوطد في أنفسنا أن هذا الشيطان إحنا منحبه حتى وساوسه لا تؤثر علينا هذا إلى تأثير نفسي عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب إنه تأكيد هذه ايه وايه مهمه واية. كل ايات القران مهمه بس هذه وايه لطيفه انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون هو شلون هذه فكيف احنا نعصي الله بعد انا اقول عن نفسي ان شاء الله انتم ما عندكم معصيه انا كنت افكر في هذه الايه بعدين وجدت هذه الروايه عن الامام الصادق صلوات الله عليه حول هذه الايه انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون قبل شنو؟ قبل انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون قال عليه السلام ليس له ان يزيلهم عن الولايه هذا يحتاج صلوات الله المؤمن بشرط أن يعمل صالحا ويتوكل على الله لأنه أكو في الآية وعلى ربهم يتوكلون توكل على الله ما يقول أنا أسوي أنا 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 هاي أنا لازم نحذفها توكلي على الله أذهب إلى السفر متوكلا على الله أسوي عقد تجاري متوكلا على الله اقدم لزواج ابني او بنتي او لزواج نفسي اللي ما متزوج طبعا حتى بعدين لا يحكون علينا بس شنو بالتوكل على الله كل شيء توكل على الله بهذا الشرط يقول عليه السلام ليس له ان يزيلهم عن الولايه هواية مهم هذا هذه بشاره اعتبرها هذه الروايه بشاره المؤمن الذي يعمل الصالحات ويتوكل على الله ليس للشيطان سلطه ان ياخذ نعمه الولايه يعني الايمان بالله والرسول واهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. العباره اللي وراها شويه بها تجري بس نقراها ما يخالف واما الذنوب الذنوب شلون صارت وأما الذنوب وأشباه ذلك فإنه ينال منهم كما ينال من غيرهم يعني بالنتيجة ممكن أن تطرأ بعض المعصية ذنوب يصير لمم يسموها ولكن الولاية لا تؤخذ منها أكرر الآية حتى نستقبل سماحة السيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الشرط الأول الإيمان وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه ذاك اللي هو يركض وراء الشيطان الشيطان لم يغوي بعد بإرادته يذهب إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يعني بالشيطان يشرك مشركون في أعمالهم كأنه يشرك بالله كأنه يشرك طيب الموعظة الأخيرة لأنه كان الكلام حول الصبر للمحن التي تأتي بسبب إيماننا وبسبب ولايتنا لمحمد وآل محمد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه سيكون زمان ما أدري هذا الزمان اللي احنا به الشكل أو لا سيكون زمان لا يستقيم لهم الملك الملك الحكومات السلطنة التجارة هذا كله يسموه ملك لا يكون لهم الملك إلا واحد بالقتل والجور كأنه ده او صاير قبل ايضا خب الملك ما يصير الا بالقتل والجوع يقول اذا ما اقتل ما ابقى وامير المؤمنين كان يقدر يقتل بدون سبب ولكن ما سوى شيء ثانيا ولا يستقيم لهم الغنى يريد يصير تاجر لا يستقيم الا بالبخل اجمع 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 حتى تصير غني ثالثاً ولا يستقيم لهم الصحبة في الناس يشوف مثلاً الديوانيات يروح يحترموه فلان كل مكان له صحبة إلا باتباع أهوائهم والاستخراج من الدين يطلعوه من الدين حتى يصير ربعهم يقول أنت إذا ويانا لازم يشكل سوي فيصير الصحبة جميلة بعد إذا هالشكل صار شنو الحل؟ يا أمير المؤمنين فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى يقدر يصير غني بس يصبر على الفقر ليش؟ لأنه ما يريد يغش ما يريد يقتل ما يريد يخدع ما يريد يسرق ما يريد يكذب فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وقلنا صبروا وصبر على الذل أكو ناس ما يحترموا أصلا يجي للديوانية ما حد يقوم له. بس هذا يمكن ولي من أولياء الله احنا ما ندري فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على الذل وهو يقدر على العز وصبر على بغضة الناس الناس يكرهوه يقول هذا بعد ما يفتي هذا في الاصطلاح أكو يقول هذا صار شيخ بعد مو مرة بعد, بعد وصبر على بغضة الناس وهو يقدر على المحبة ثلاث أشياء سواها شنو يصير أعطاه الله تعالى ثواب خمسين صديقا صديق أعلى درجة من درجات القرب إلى الله ثواب خمسين صبيان صبر هذا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا اللهم اجعلنا منهم اللهم لا تجعلنا في هذه الليالي من المحرومين واجعلنا من المرحومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 سبحانه Allah Allah Allah, Allah.